نطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا سالي ونطير معك في ليالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا وبالعافية امين 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 اخويا امين خلي عليا فراغ كبير والله يرحمه ويوسع عليه ما كانش مخليني نحتاج حتى لحاجه اشنو غندير راني كنفكر اشنو غندير في بلاصتو اشنو غندير وكيفاش غنتعامل وكيفاش غادي انا ما كنخرج ما كنعرف لا قنات لا بلايص الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه امين امين اخويا امين ايوا واش غنديرو فراق صعيب اخويا الله اللي عالم بارك الله فيك بارك الله فيك ماشي مشكل عارفك عارفك خدام عارفك ما مساليش يلا خويا خليك على خير يا ربي امين يا ربي بسلام اخويا بسلام كنتي داوي مع اخوك ما يمشي هي سلم عليك سلم عليك الخير والربح واش غنديروا ما عندنا ما نديروا بغا الله رده الله يجعل مشوه الجنه والله يجعل محب شو صبر يا ربي امين على الفراق اللي صعيب وما يمشي شوفي انا راه معاك وشي حاجه ما غنخليك مخصوصه منا راه بحال لك الوالد الله يرحمه اي أيوة والله يكمل عليك وليدي بالخير الله يعاونك هذه سنه الحياه ما عندنا ما غنديروا هذاك الشيء اللي كاين شوفي هذيك جارتنا حنا ميتنا الوالد هي مخدمه الموسيقى كاع ما ضاربه الدنيا بركله كاع ولكن كيقول لك مولا نوبه ديرها زوينه اي أيوة وليدي هذه سنه الحياه شي معرس شي عنده الجنازه هادي الدنيا وما فيها والله ما دير نمشي لك غداك نوض سير ما يمشي الله يا ربي الله الله يدير لي فيها خير يا ربي مسكينه بحر وقع من جهته تاكل يا هما تجي عندك لقاك غتصطح بخير راك شي زرقاء يا شي تصطح ما تحيدش يا مدمر عاملي جا خاف الشمال عاملي جا يا حبيبتي شي سخفوني دروشكم ايوا اختي طيحي شويه الشحمه على الصاد هذا فين اختي البركه الله يجعل البركه غنغبروا لاباس عليك احنا اش كتعاودي لا احنا مع الوقت وتماره وصداع الراس والتماره ما ناويهش تضرب بها في داركم كلا ليات تبقى هي قبل داركم شقاي عليهم وصافي حتى هذا السيناريو قتلتينا بيه برنا 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 صافي ضبيتها الله اش درتي مع مروان باقي ما كاين لا حس لا خبر ها ودي مروان هو مروان كيبغيني كنبغيه ولكن النتيجه ما كايناش الحب والغرام راه ما كيدومش الا بقى في الزنقه سيري قولي يجي لداركم حتى امتى ما عيشيش من الدوران كنا وليتي تلبسي 41 واقع لعب الدوران لا لا باقي ما وصلتش ل 41 40 اذا راه باقي خصني ندور مازال وسمعي نقول لك ديري لدارك انتيا وديري وليداتك كبريهم معاك قولي هي شي خلاصه القول خليه يجي خطبك سمعتي ما غتبقايش شي اللي انت غتبقاي انت ويا الدوران وخروج قهاوي و حتى اللي انت شي ما كيدومش راه الحب مع هادشي كيمشي واه يلاه مات صاحبتي واش نقول يجي يتزوج بيا راه حنا عينه ما ندويو معاه طاب القلب ما عنديش ندير اختي ما شوف الله يرحمه ما قلنا عيب ولكن راه شحال تيدوز واحد العام اخر ايوا انا نشوف غنبقى ندوي معاه بشويه بشويه حتى هو باغي يتزوج بيا راك عارفه من ظرفيه لظرفيه الله يصاوب وصافي قولي لي شتي عندك المولات الحلوه واش قالت لك واش درتي معاها قالت لك خليها تمشي انا نشرتها خلي غتحيديهم هو هي ما نشرتها قولي عندها قالت لي نحسب لكم العجنه 2600 شي مزيانه حتى ما تبيع لك الكيلو واش 2600 غاليه راه كنعرف واحد السيده 2200 انا 10 دراهم على 10 دراهم 2200 على 600 راه 400 ريال ماك ما كتعرفيش تحسبي مالك ومصوره انا كنصور عليك فين كنتي غير في السطح انا وفاطمه الزهراء تشوف فاطمه الزهراء هي اللي عطينا النميمه دابا لا لا ما كاين لا نميمه لا والو دويناها في راسنا شوفي وكان انا عارف هذيك فاطمه الزهراء ملي كتجي عندك كتلاقي انت وياها ما كتلاقاها وعلى خزيج والله ما كاينه شي حاجه وما دوينا في حتى شي واحد وماما فاش لك كنتي كتلاقي كتطلع معاك التليفون علاش اليوم ما طلعتيش ما تاتي عارف فين غادي دير التليفون سنين انا نقول لك الله يمسخك الله يعطينا وجهك زعما ما بقيتيش كتقاد صافي عزيز عينتنا قال ما بغيتش نسول فيك وصافي تسول فيا توحشيني ضروري كنت واحد كيتوحش الحب ديالو فينك في الدار كلا ما نمشيش كذاب الاخر الله يجعل في الدار باش ندوزو ابل بيت انا ندير معاك ابل بيت كنا راه مع شي وحده مع شي وحده في الدار والله اعلم نتوما راه ما تيقش فيكم لا تي عارف انا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي تقلق مسيكين دابا شنو غنمشي غنشوفك والله مازال ما عرفتش عرفتي شنو غدير آه. خليني نتكلم لماما واحد الكاركور ديال ما عندها دابا من بعد وندويو
سيري سيري، انتي باغي تهربي من الموضوع، سيري. يلا باي باي، الله يعاون. بسلامة. مالك انتي كتقمش فيا؟ مالك مالك؟ نضرب امك. 15 قداش ولا يا عمر؟ مضربة حتى وتقمش. مروان. مروان وليدي شكرك عمر خي، مالك دير بحال هكا؟ مالك بك الله يرحمه كان قاصح وكان قافز. واش انا شبهت ليه الوالد؟ ولكن راه ملي مات راه الحقه باقه في قلبي. ولكن ملي خصنا نجريو على وراقينا، الخدمه خصني نبدا نتخلص عليه، العزو باقي ما خرجش لينا، ونبقاو بحال هكا ما نحصلوا على حتى حاجه. وصافي الوالد، راه ما عندنا ما نديرو. تانتي انت غدا الصباح ان شاء الله سيري عند المحامي وشوف اشنو غادي يدير معاك. واش انت معول عليا وليدي ندير كلشي؟ راه انت انا اش كندوي معاك من الصباح؟ كون بغيت نمشي انا عند المحامي ما نجيش عندك، وانت اللي نوض سير توقض ونوض سير عند المحامي شوف الوراق اللي خصك تجمع والمسائل اللي خصك ديرها. انا الا كان شي حاجه راه نمشي عنسيني معاك ونجي. قولي باش نمشي انا وياك باش انا نونسك. وصافي ماشي مشكل، غير وجدي الوريقه تجمعيهم كاملين عندك نسيب هذيك النهار لاكارت ناسيونال. وانا ما قلتش لك تونسني، وسير انت جري على الوراق وسير انت قاد كلشي المسائل. انا الا احتاجوني سيني ولا نسيب ولا ندير لي شي ورقه عاد نمشي معاك انا. وسير حتى وشنو ندير؟ الناس باقيين كيجيوني، انا ما باغاش اصلا نخرج بهذا الحق الله هذا، خصني نبقى محترمه وكاسعه في الدار. صافي الوالده بلا ما تبرستانس في هذا الموضوع، انا غنشكل في كل شيء. كوني هذا وليدي ورا شو شحال بقى شحال داز دابا تنوليو لدي دي لحب الملوك. نوضه وليدي سير جمع لنا ورقاتنا وسير قاد المسائل. غنمشي راه نشارك عارف انا دابا انا مبرزطه مع ماني، خصنا نطرقوا داك المسمار. واش نقول لك حتى اللي تعرف انا عندي ما نقول. صافي انا غادي نقاد الوريقات كاملين غا سير. لا حول ولا قوه الا بالله، باش تمشي هي تقدر مسبيه فيا انا. يعني منال واش منيش كتقول لي نجي لدارك في هذا الوقيته؟ واش عارفه الوالد يلاه مات؟ انا عارفه باباك يلاه مات الله يرحمه، ولكن على الاقل نديروا شي خطوه، واش نبقاو في هكا؟ راه بزاف راه طولنا. شوف يا مانا، راه ما نحقش تقول لي اي حاجه، ولكن غير صبر عليا نقاد اموري مع الدار، وديك الساعه انا راه مستعد نجي نتزوج بك. واش انا غادي نخليك؟ انا ما دويت حتى ضريت بزاف، غير هذا الخروج اللي كنخرج معاك راه والديا كيديروا لي حاله، وكنطلع للسطوحه باش ندوي معاك باش ما يعيقوش. طلعت للسطوحه وانا ما طلعتش للسطوحه وهضرتي مع ماما ما بغاتش تهضري. وباز الناس باركين في ديورهم معززين مكرمين ومزوجين ودارين وليدات وانا وياك ندوره. ودابا بيني وبينك واش الامور عندي انا مقاده في الدار وما جيتش؟ لا ما مقادش اللي عرفتك. اليوم انا غنشوف غدا غنقول للوالده بعد شي واحد مات غدا واحد زوج. صافي هذا مشينا. انا غادي نهضر مع الوالده وباش ما كان غادي نقول لك. صافي متاكد؟ وصافي متاكد، انا ما كنتش باغي نجبد مع هذا الموضوع. شوف لا لقيتي الفرصه ولا لا ما لقيتيش. صافي شري لي بولو نوضي. والله مسخك. انا غنجيبو لك خليك. بس اختي الحمد لله ما مشى معاك فين اختي؟ انا صابره شنو غندير؟ ما عندي ما غندير. والله يوصلنا عليه المؤمنين داكشي اللي كاين اختي. هو مروان حتى هو ما صابرش على الطير. الحمد لله الحمد لله على كل حال. الله اللي الله عطاه لينا والله بغاه، ما عندنا ما غنديروا غنضربوا على حكم الله. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه جدد عليه الرحمات. الحمد لله ملي خلى عسيرته مزيانه كاع الناس يشكروه كاع الناس يدعيو معاه. اي والله يصيب اختي، الله يصيب الله يصيب. يا الله سير اختي ما نطولش عليك. يا الله اختي بسلامة بسلامة اختي بسلامة حبيبة بسلامة. يا الله على عندك كبرتي. كبار. ها هي. بخير مع الصحة. بس الحمد لله. فين هذا؟ ها ودي متسوليناش فين غدا وفين؟ المنشخة خلعتني. مسوليني على الجديد. لا لا ضحكة ولا شي كاينة شي حاجة كاينة. المهم دابا باش ما نخبيش عليك. دابا غنمشي غن شويه البير من حفحف عليه شويه شوفي اش هذا الاخر. ودويت مع المسيو قال لي غندوي مع ماما باش نديرو شي حاجه رسميه. سكتي الفضيحه سكتي اختي زهره جات خاطري ولي فرحانه. ودوي معاها ماشي كون فيها سكتي دوي معاها صافي كلشي غادي يتقضى. صافي شنتي سكتي ليا القادر ولدي غادي تضربي معايا واحد الحصه في بيرمين عارفه انا خشيت نمشي للمرا 10 شي تمرضين ديالك صافي
زيد حصلتيني كنتي اصلا ما بقيتيش دنبي ما قولي لي ما يتا تخطا والو واش باش كتعجبيني تقدري داكشي اللي كيعجبني والله العادي صافي زيد الكوفيتير الحلاوه واه حلاوه حلي باش تولي ودابا المهم شي جيت معك واحد الموضوع ماشي مشكل ديالاش جاونا فليسات شنو فلوس اشامبو؟ شنو زعما ضربت على الفلوس؟ واش نعرف واحد السيدة بغا نتوكل على الله. ودابا هذا حنا دابا في الجواج عاولي واش حنا في الهضرة ديال الناس وديال بنت الناس ولا بنت تقول عندهم لهم شطراجيم وانت باك باقي الله ميتو وانت باغي تجوجو. رب الله يرحمها ما تغرجو حنا من القبر. واخا راه عيب هو اللي ضحك فينا عباد الله. ودابا باش نسولك تبغي نجيب بنتك قدر يا واحد بالزناقي جاوبيني اييه ما تدورش معاها في الزناقي وليدي خليها في دارهم معززه مكرمه تنحيدو بعد حق الله وتنحيدو هذا الشيء ديال باك وحال الله هاوي انا كرهت لي غادي تجي تونسني ولكن ماشي وقته واخا ماشي وقته امي غنجي بالك بعدا تعرفي عليها ويكون خير ديك الساعه مروان راه عيب راه عيب وليدي تقول هاد الهضره راه با كيتقلق عليك في القبر راه عيب وليدي حشومه الله تحشو معاك تنكدي عليا فهاد الفطور ايوا دابا تنكدتي عليا قلت نفطر معاك درتي ليا بحال هكا مع الشيطان مع الشيطان خلينا لك الفطور هذا هو خليناه لك هاك دوز مي صافي غنقول لك الحق وتوقع عليا وتقلق والله الا قال لك باغي نتزوج ويلي استغفر الله العظيم دابا علاش مقلق بغيت غنفهم الوالده اللي مقلقاني امانه راه حتى حاجه ما بايديا انا واش ما بغاتش وياه صراحه عيش معاها وقلت لها بنت الناس وهادي ولكن راسها قاسي صافي ماشي مشكله مروان علاش غنبقاو معذبين راسنا شي حاجه ما فرحانينش لها الوالدين ما عندنا ما نديرو بها الله يستر كيفاش انا ماشي مشكل ماشي من نيتك واش حنا كنبغيو بعضياتنا وانت كتقولي ماشي مشكل هادي الهضره اللي غتموشي فيني بها واش ما غنقول لك سرت قاتل مع امك سرقت لامك ما يمكنش صافي لا انا غادي نبقى مع ايطاب باغي طاب بشويه بشويه حتى توافق فين كاين المشكل ايوا منك لامك انت كتفهم اكثر مني هادي هي الهضره شتي خليك امنه بيا بصح كتبغيني بزاف امانه وي باي راني طالعه للسطح كندوي معاك خزنه يلا سير انا اللي كان شي جديد غادي نقولو بناتنا واتساب يا باي 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 يا ربي تيسر ولا تعسر يا ربي مروان من تغدى فياش الجوع هو اللي ما فكش الجوع ما فاطرش ما معشيش البارح وما تغداش ما بغيتش ناكل كيتي الزنقه كليت في الزنقه ومولف تاكل الزنقه وما تاكلش معايا وليده صافي قلت لك ما بغيتش ناكل وبغيتش ناكل ماشي ديالتك واش هذا كاع حب فكو انت عارفه انا كنبغي ديك الدري ولا كتبغيها ما تاكلش بسببك انت ما بقيتش كناكل بسببي انا ياك وليدي حيت كون ديك النهار كون قلتي لي انا موافقه وتوكل على الله تلقيني فرحان ما تلقينيش مغبون بحال هكا اي والله يخلصك اوليدي ما قلتي عيب ونوض تغدى وجيبها سيدي جيبها نتعرف عليها سيدي ما تقفزتي حب الوالده اش الحب كيعلم اش نمشي نجيبها تشوفيها هي الاولى الله يلعلي ما يمشي وهي الاولى في الحب ماشي فيا انا تعاقدك هي الاولى ما تحمقص جري ما خلينا نجيبها كنشوفها وديك الساعه يكون خير شتي شو سبقتي هي الاولى وهي بغيتيها امك ملي كتقول لك نوض تغدى لا ما بغاش نتغدى لا انا كنقول لك انت الاولى لا انا اللي باينه باز نوض نوض على الكبده الصقعه نوض نوض وليدي نوض وانا غنجيبها لك تشوفها جيبها سيدي ونشوف هاد الدريه اللي ما باغيش تاكل على قبلها صافي انا خير زين ولي والله يمسك قولي لي دابا بغيتيني نكون عروسه انا ياك وتي خاصمعي مروان دوا مع ماما وقبلات وقالت لي جيب منال نتعرف بها منال شفتي لابسه راني مصطيه قولي لي شنو لابسه ماشي تفكر حوايجك شوف لما تقولي لي دوك جلال داك الشيء ديال الخاطر ماشي لعبه لا لا ايوا شنو حسيت تمشي بيان ابي على الاقل تشوفك بطات فهمتي شنو نقول لك ديك اللبسه الزرقاء اللي كنلبس هذيك اختي كتجيك واه المشاين على البوها سمعي كتجيك زوينه لبسيها اصلا هذاك اللون الزرق كيجيك مع وجهك زوين واخا لبسها بزاف القديمه عندي المهم كتبان زوينه ياك انت قادي لها زين وليد ما بقيتيش في الموضوع
شوفي شتي قلت لك ما قريتيش حاجه شيف. انا باغا نبغى نمشي على الراسيه ونشطحوا ونشطوا صاحبي سير ما خليش ما ديريش مشروع ديال العونيه يسلكش انت ما تجوجيش انا اللي بغيت وليد. تخيلي تخيلي تشوفيها وقولي لي شنو بان لك باش نضربوا الحديد ما حدو سخون. شنو نقول لك وليدي؟ ما بقى ما خليتي لي ما نقول وين وليدي؟ لان هاد الهضره ديالنا ماشي في محلها. واش اللي هرب الزواج راه هرب من الطاعه؟ واش درت شي حاجه اللي حرام؟ ما قلت لك والو ما قلتي عيب، ولكن انت كتشوف فيا باقي بحياتي حق الله على بواك. واش حنا واتانا دابا شي زواج؟ اي صبر بلاتي وتنحيدو حق الله وتنتنفسو شويه وحنا العزايه باقيين كيجيو. انا عارفه هادشي اللي قلتي بصح، ولكن قلنا زعما غير خطبه عاديه وداكشي ما نبقاوش حنا في الزنقه، وراه حنا ما باغي نديرو عرس ما باغي نديرو حتى شي حاجه، وراه انت قريبه تحيدي حق الله. ويا الورده راه بغينا نديروها خطبه رسميه وصافي. وليدي راه عيب عرس اصلا راه ما غاديش يكون، لان ما واتناش العرس. واش باك باقي ما لحش عليه حق الله وتقول لي العرس؟ اما الخطبه حشومه عاد نحيدو هذا نحترموا هذا البيض هذا. واش حتى الناس من العزيه باقيين يجيو عندي وانا ندير خطبه؟ صبروا شويه صبروا بنتي شويه بلاتي وجعل الله خير. صافي خالتي ما قلتي حتى كلمه ديال العيب، مرحبا اللي قلتيها انا قابله بها. وبنيتي انا ما هربت لكم حتى من حاجه، انا باش الناس ما يبقاوش داك القيل والقال يقول لك انت هي باقي الراجل حتى ما تطرب وباقي ما شفش وهما جالسين كيفرحوا كيزغرتوا كيديروا. يا بنتي ملي هو بغيتو توالمتو انا ما نزيدكم على الخير، سيروا ديروا العقد ديالكم وجي ابنيتي حتى ندوزو عام ولا هذا، وديك الساعه بغيتو ديروا نهار ديرو ولدتو وبغيتو ديروا السبوع ديروا كلشي. وهذه هي الهضره اللي نقول لكم الله يكمل عليكم بها. دابا دويتي زوين كيقول لك قول خيرا او اسموت، ولكن دابا دويتي زوين. اي والله يكمل. انا غادي نديرو غير كعاد ديالنا وتولي مرتي على سنه الله ورسوله، ومن بعد ندير شي نهار يكون زوين ان شاء الله. ولدي الله يكمل عليكم بخير. امين امين اخالتي، وسمحي لينا على هاد الدخله. ماشي مشكله بنتي مايا ودي مرحبا بك. يلا حبيبتي الله يعاونك. الظروف ماشي حتى لهيه. لا لا ماشي مشكل والله. سبقيني الباب انا نتابع. يلا الله يعاونك. الله يعاونك. واش بالك الوالده؟ شنو نقول لك اولدي انت اللي تعرف. والله الا بنت الناس ما بغيتش نبقى انا وهي خطيبي في الزناقي. وي والله يصايب لكم اوليدي هادشي اللي غنقول، الله يصايب لكم. يلا نمشي شمال. سير وليدي سير. وي والله يدير شي تاوي ديال الخير هادشي ما كان. لا لا شوف هاد الموضوع زوين. شوف انا عشيت تحت شي حاجه. شوف خاصني كوكور شاد كوكور واش تي خا تجيبي لي فكاده؟ هو صافي تتزوجي وتاخذ لك كاع انت واحد الحال بحال شوف عشان باش الا مرمون درتي حاجه طيب. الله يمسخك. من قال كيما كيقول كسر ما تحكمش عليه من عنوانه. والدري خصها تنعاشروها ونعرفوها وتجي المره الثانيه والثالثه والرابعه نعرفوها ويا ترى واش تخرج لنا كيما شناها هادي وصافي. انا كيبان لي راه بنت الناس وانا اللي معاشرها وعارفها اش كتسوى. معاشرها بحال اللي بات معاها في الدار هذيك الوقفه اللي كتوقف معاها وكتخرج معاها بنادم كيعطيك وجه اخر احيانا. داكشي راه قال الزواج ساعه تدبيرو عام. عطيتها ما عاد فعلي بالخير وقوليها زوينه. ونتمنى وليدي حنا تمنينا ان شاء الله تكون بنت الناس. وبنت الناس اطمئني من هذا الموضوع هذا. ايوا الله يسخر لكم هادشي غنقول. دابا قلتي كلمه زوينه الله يسخر لينا. الله يسخر اولدي الله يسخر. انا مشيت واخا الله يسخر ديالك ما عجبانيش. حيت عارفني وليدي كندير شي حاجه فوق من خاطري. بز مني وصافي ماش نخسر لك. بغيتها نفهم واش تصبيتي. ولي معاك شي باش هي تصدق. دابا انا باين عليا عروسه يلاه درت لاك. واشي راه في عيني باقا صغيره مالها داكشي علاش في حدو لعب ديال الدراري الصغار. مروان راه حنا تزوجنا
وجنا راه ما بقيتش خصنا نضرب الجرادي راه وليت ثلاثه يعني انا راه كنسى والله حتى كنسى ما بقيتش في الحرام حللنا حللنا علاش انا فين عمرنا كنا في الحرام لا 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 دوك زعما راه حلال دابا بغيت نسولك فين وصلتي وجمع شي روينه جمع شي حوايجك جمع شي كلشي صراحه جمعت باليستي وكلشي قالت لي شي حاجه داك السينيال واحد لادخوس المهم واحد التصاور بغيت نجيبو معايا يبقاو ذكرى صافي غدا غنكون واجده وصافي منال عندك دير لي سبت نسي شي حاجه تقولي حكا رجعت ماما نسيت هذيك نتوما العيله ترا فيكم هذا الشيء هذا واش انا 100 عام وانا باغا نتزوج بك ودابا عاد غننسى ما غننساش كاع باش نقبلت عندك نتوما راك غتبغيو تزوجوا ولكن غير من فوا كتزوجوا مروان نشوف ماما شوف راه انت مالك تقلبوا انا وها انت يلا زيدي زيدي رجلي برجلك غنمشي نهزو الباليزه لا تنغدى انا من اليوم قلت لك ما وجداش راسي كل معايا اخويا نشربوا شي عويصير شي حاجه جايب لي الجرده سيدي هادشي علاش خلصتي الله يبارك انا شوف غندير واحد الحل انا وياك من هنا اي حاجه غنقدروا نتقاسموها بجوج دابا انت راجل مجرد حق معاك الله يمسخك هاي 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 على الوالده ودابا فرحنا لك امي مشي من حيتي حق الله شو تبارك الله كتباني زوينه الحمد لله حتى هو وليدي كان زوين وعلى السلامه الوالد على السلامه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار يا رب ملي قلعنا على خير وبخير هذاك الشيء اللي كاين المهم راه اليوم داير مع منال غادي نمشي نجيبها للدار ايوا مرحبا وليدي مرحبا اللي جات مع حيتي حق الله مع غنجيب المادي الحمد لله مرحبا بها يا ربي الله يجعلها ان شاء الله تكون دخلتها دخله ديال الخير علينا والصحه والسلامه ويدي الرزق لك نتايا يلا الوالده انا غادي ندخل غادي نمشي نجيبها من بعد صافي سير وليدي وهذه الوالده اللي كنعرف ياك بعدا ها والابتسامه والبشاشه والله يخليك ديما ضحك امين وليدي امين في ديال سواق الهضره ملي بغي حاجه خالتي سمحي لي واش نتيا جايه باغا تسيزيني لا حاشا وراه شي اللي بان ليا اولي هذه انا كتدي ليا شهر هادي انت يلاه البارح النص فيها هي مشات خالتي راه كانت قديمه نعلي الشيطان اش من قديمه واش انا ما جيبها قديمه صافي جديد تقابحيني في وجهي دابا ياك لا حاشا خالتي واش نقاطعك في وجهك وزوينه هادي ما جبت والما شوفي الما شوفي الما شوفي 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 لا لا انت باينه ليا داخله واقيلا على خزيت هادشي اللي كيبان ليا شوفي الله يرحم لك الوالدين انا راني جيبك فوق من راسي وفوق من طاقتي شوفي راه هنا واصله ليا من جهتك انتيا انا جبتك على بزز وما بغيتش نخسر الوالدين وبلا ما الله يرضي عليك سير 260 انا نشري خالتي غير سمحي لي ما بقاش 260 هو خاطر شريه انتيا شويه تكيسي واخ حيدي معيلا ويلي خالتي انا جيت عندك عروسه وديك القرعه كانت وانا كندير غير شويه كاع مو بوم مو بالديره كاع تا بارك هنا كاس ما انت على بالكش كنشوفها واحد البيرمي واسي والبروسي اللي عندك ليه مالو اش من بروسي ديال هذيك بنتك تانا مرتك شاب شي اختي اللي غادي تدخلي وتخرجي في الهضره ياك لاباس راه عصبتني مالو والو فنيانه ومبديره القرعه ديال اوني النص اللي بقاتها من البارح اليوم النص اه ولا جدنا واش كتعوم بيه ولا لا كتخرج فيا عينا قال لي ولي خالتي ملي جيت وهي كاينه هنايا وانا يلا تقدي ساعه البارح من الهري جبتها وانا اللي كنعرف على مهلا ما كترجعش الهضره امي وكذبت عليك انا دابا ياك لا انت ما غتكذبيش او حنا كذبناك دابا انا كنعرفني يا مروان انا ما عنديش هي التبدير وما عنديش عليا انا يقلص الدين وا خوي الوالده ولا عليك انا غادي ندوي معاها بغات طرون تبارك الله صافي ما بغاش طرون راه عارف كيفاش غادي نادبها حنا راه ماشي عندنا بنكه هنا ديال الفلوس راه خلصت لاتريت ديال باك الله يجعل البركه يلاه كنتكافاو معاه حتى خدمتك على قد الحال صافي الوالده دوي وليدي وحرك شويه شي كلمات كدوح ليا الهضره
غنخرج نكري انا كاع انا يد عندها. الشريفه العلويه لا ما مالي والو، غير الواده جات تشكى منك. ما مالي والو خويا، علاش تشكى مني؟ شوفي انت شنو درتي، ما تناقشي مع امي. فوق جيعانه فوق بالقياس. كيفاش جيعانه؟ اه اه حدك شما انا كنبغيك وكنراعي لك، ولكن باش تدوي وعدتيني انا باش تدوي على امي بالخايب غنوصل معك شي حاجه ما غتعجبكش. ماشي انا عيرتها راه اوني ما انا واش غنشربوا عصير واش طحنتوا في مولينيك؟ واش شو البارحه بنت الناس هذاك اللي جبتيه سيدي راه في البلاكار حاطينه مع السطوك ديال الشهر، اما هذاك قديم انا واش راه كندير غير شويه راه بغيت يرغوي داك لامار. قولها من الاول، علاش كتخليني نتعامل معك بشي طريقه ما كتعجبكش؟ مروان انت اصلا تبدلتي وما عرفتيش اش نفختك عليا. ما تبدلتش ما والو، انا مع الحق ما كاينش اللي غتناقر ليا مع امي، وانتي عارفه هادشي النهار الاول وقلتها لك. ما تناقرتش معاها. واش كتقولي امك جيعانه؟ انا ما تناقرتش معاها. ولاش كتقولي امك جيعانه؟ امك حقاش تحاسبت معايا على شي حاجه ما درتهاش. حيت امي بنت الوقت وبنت الزمان، بغاتك تخرجي مرا ونص. ما بغاتك تكوني فنيانه. واخا سيدي، انا فنيانه، اسمح ليا. هاد الجيل ديال دابا اللي قلتي لها كلمات بدات تغبن عليك. خير الزمان، تفو. بلاتي شكون؟ سلام بخير بس عليك اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. ادخلي ادخلي مرحبا بك. الله بسم الله اش اخبارك؟ الله صافا صافا الحمد لله. انتي لاباس ليا صافا صافا ما كنخدم عياله ما كاين باس. ها ودي الباس كاين، ولكن جمعي كلشي وقولي مزيان. قولي توحشتيني بعدا بينما بقينا ما عدوستك. واختي اش نقول لك، بينما ما عدوستك 10 جاي وكنحسب في الخطوه 100 فكره وفكره كنقول مع 10 غتقول. لا لا ما جريتش. لا لا بلاد ولا مش طراجي مو الله زعما مشيت لديك الدار. واختي انا وحده ملي كتسكن مع ناس راه ماشي بحال اللي كانت بوحدها. هو هي هادي ماشي كاينه فوق من كاينه اللي واش غدير الصبر. مو بعدا مروان الحمد لله بخير معاك. مروان الحمد لله كلشي مزيان. مالاشك ما عجبانيش ياك؟ ما كاينه شي حاجه مخبياها راه من وجهك فاضحك. الهضره ماشي وقتها ماشي ديال هنا، من بعد نعاود لك. واش غنقول لك؟ الله يدير تاويت الخير وصافي. واخا كون جات عليا انا كون لقيتي كيفاش ديري خرجي سكني اختي بوحدك من الاحسن. واش انا كرهت؟ راك عارفه راه حسنه عندها مروان ومروان عنده غير حسنه. شنو يقول لك جات يومين فرقتهم ما قاده ندي بريد حد. المهم عطيتك الهضره كوت 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 نجيب لك عويصر بعدا بردي. وقلكم بقيتي غادي على راسك حسن لك اش بغيتي شي جواج والله عايزه. بغيت نفهم علاش درت الماكينه. ما درتي لها والو. ما درت لها والو. الماكينه خسرتيها. الحيط ما تخليه في خير، الصابون ما تخليه في خير. امالك يا بنيتي انتي ما تعرفيش تكيسي شويه. فهمتي خالتي؟ غير مروان تبدي لها في الصباح تبدي لها في العشيه، كيجي من لاصال كيدوج ويبدل. كيبغيتيني ندير نخلي الكركور يتجمع؟ دابا هاد مروان هذا واش ما حتى جيتي انت عندك يبدل مروان؟ كان مسكين ما كيبدلش كان موسخ. حاشا خالتي ما قلتش كان موسخ، كان نقي وانت مربيه احسن تربيه. راك عارفه غير ملي كتجي المراه كيبداو يتفشوا عليها اكثر. ما كاين حتى شي تفشاش. ولدي من الاول هو كيبدل اربع تبديلات في النهار. من ولدي من الاول هو كيمشي للصال وكيتريلي كيمشي للبحر وكيجيب لي الحوايج، ولكن ما كنبدلش بحال هكا. واخا خالتي انا بدرت سمحي لي خالتي ما بقاش نعاود. وهذا الشيء اللي كتبقى باش كتقتلي لي انا؟ سمحي لي الله يعاون سمحي لي غنمشيو نجيبو مع دول الحانوت نقول عطاه لنا الله يرحمه هذيك التيب وعطاه لنا مسحوق واش غسلو الماء عن وتكيسي. راه تكيسي تكيسي راسك انت وتكيسي راجلك، ما غتكيسيش لي انا. واحد النهار غادي نمشي نتبع راجلي وانت اللي غتخرجي لي على جيبو وتخرجي لي على على رزقه. او بزاف هذا الشيء والله الا انا عيقتي بزاف عليا انايا كاع. ما عرفش علاش كيبقى ليا هادشي. علاش شنو درت ليها؟ ما درت ليها حتى شي حاجه. شقاه يا كنشقاه راجلي مقابله هي ما عمرني نزيد فيها العين. اش كدير ليا بحال هكا؟ علاش حوالهم كيقولوا العدوزه واعره العدوزه خايبه. انا كنت كنقول لها غتكون بحال الام ديالي. مالك شاري يا امي؟ امشي فين كتشوفي؟ كنخمم في ديك المراه عندك. عاود شاري نفس السيناريو غيبقى يتعاود؟ ما بقى لا سيناريو ولا والو. غتزيدني عف الفلوس اللي كتعطيني ديال الشهر. فلوس بكره مابقاوش قاديني تلانتريت. مدرتش ليا الوالده بحال انا عندي شركه وانت خدامه معايا مابقاش قادك الصالير. لا بقى لا عندي شركه.
اش غنقول لك؟ راني طلع عندي شركه ودارت فايس مع ديك المراه عندك. الوالده النهار الاول من الجا راه قلت لها اللهم يسر وتوكل على الله. الساعه ما قيل حتى شي تيسود، السيده عندك راه ميسراش. معكسه، ما كتسمعش الهضره. انت اصلا النهار الاول ما موافقاش على هادشي. ما من عند الله، انا الحاجه ملي ما نبغيهاش راه صافي راه ما بغيتهاش. المهم دابا انت كتقولي لي راه عطيني وانت عارف انني على قد الحال، فين هما فلوس اللي دريت؟ راه مابقاوش كيقدوني مع مرتك. اوي وانت ما كتفهمش واش لي ليطرو الزيت كنجيبو ما يديش ليا نهار؟ وانت يقول لك لبس قدك يواتيك. شي لبس قدك يواتيك. وانت كتقولي مابقاوش كيقدوني سير على قد جيبك. مروان راه ما كنهضرش انا بالشينويه. راه انا غاد على قدي، واش انا عمرني تشكيت ملي كنت انا وياك؟ اه؟ عمرني تشكيت ملي كان باك؟ وانت كتقولها ملي كان باك. ايوا هي. اما هي واش يطرد الزيت كتخوي في المقله كامل باش تقلي الطاطا. ها؟ واش حنا جبنا خدامه؟ واش حنايا جبنا وحده كانت في ماستر شيف؟ راه داكشي اللي قدر عليه الله كديرو. ونسي عليا هذا الموضوع هذا الوالده ديال مرتك ولا مرا مرتك مرتك تنكدي عليا. ياك اسيدي. واخا حنا جدال الجرده باغا تفجي شويه حنا وعاودي لي شنو كاين اش طاري ديك العدوده ما جا فيا الحر مشات حرشت راجلي معمر وعيني عيني كلشي قالت لي تسقري من نقصي من هادي نقصي من هادي انا ما كانش كيصحاب لي الزواج بحال هكا واش غدير ما كناش كنصحابو هكا عذبتني عذبتني عرفتي وليت مخنوقه صافي وليت باغا ننتحر باغا نجن من هاد الدنيا وما فيها شي بره والباس عليك تنتحر مالك باقا اختي صغيره باقا ما شفتي ما تشوفتي ما درتي ولاد تموت هي النيت عاد جربت العدايزات الحارات ما قالوا حارات حتى حارات مالك واش ليه عنده الحل شنو هو الحل عطيني الحل صفيها ليها وجناي مالك كيفاش صفيها شوف ديري ليها السم في الماكله في اتي في العصر واخا ما بقيتي تودعك اه وبقى لك مروان بوحدو ولكن نولي مشدودة راه روح هي اصلا كاع امراض الدنيا والدين فيها باش غيعرفوك درتي لها شي حاجه والسم شكون يجيبو ليا ضربي على حسابي بعدا نجيبو لك انا شكون لي بصح واش كندوي معاك بصح مالك حنا دوزنا القليل ولا الكثير دوزنا شحال من حاجه زوينه وشحال من حاجه خايبه يعني ما واجيش نوقف معاك في هادشي انت غنوقف معاه ولا ماتت زعما ما يسدوش فيا ما غاديش يعرفوا اصلا باش غيعرفوا سمي غنجيب لك انا خاطير واخا ما عادش يديروا لا ما غيقلعوش راه ما جاتش صافي كوني هاني وضحكي اختي ضحكي كنتي معاك الضحكه التخبيشة كاع ما كتجي معاك وصافي ما انا علاش نكدت عليا والله اختي دابا تفرحي غير صبري عطيني غير واحد السيمانه وكلشي غادي يدوز مزيان حبست عليا كلشي في خبارك اجي نشوف فين غادي مالي فين غادي غنمشي نخمل فين كنتي البارح وين انا فين كنت ما قلت لك خارجه وما قلت لك مسخره والمهم سير خرجي وما تعطليش واه دابا ما خرجاش غادي نخمل سير كملي خمالك هو المره وليت تشاوري ملي تبغي تمشي لشي بلاصه جي تشاوري راه طالع لك السخانه ولي جي تدخل وتخرج في الهضره سير سير انت اللي سير ها هي غاده سيدي ها هي غاده ولا قد القب قد السطل شكون السلام عليكم خالتي بخير لاباس عليك اش اخبار عليك انا كاينه كاينه دخلي جيتي حلات عليا دوزت صافي نسالي انت بالخلا راني معمره اتاي قولي شنو جبتي ليا باقي في الصالون كتسناك شوفي غير شويه فهمتي ولا المهم راه غتبقى تخرج لا غتخرج لا سيب لي شويه ديري بزاف اللي درتي صافي انا غنمشي لحالاتي سيري انا غنوجد الصينيه سيري قلتي ما ما تبينيش ليها انا مزوقه تكالم معايا سيري شفتي بنتي صافي سيري سيري نموت بالخلعه غيصفي والي يعطيهم العذاب اي مرحبا مرحبا نهار كبير هذا صحيبتي مرحبا بك خالتي هذه هي الصحبه ديال الطفوله مشرفين بنيتي وحبك اختي يا ويلي دبي مشطه شربي شربي خالتي نسيتي الحلوى ما حطيتها ما حطيت كاسكروت من قبل وانا نوجد فيه
حاولك تقولي لي فنينه نوضي نوضي فاطمه زرعونيني في الطباصل الصراحه انا نتسنى فاتي في الاخر جايبها هكاك بوحده يا ربي الله يا ربي شو ذاتي فاطم زهرة فاطم زهرة قشلنا روح توقفي معايا اش غنديروا فيها توقفي انا نهزوا الجوطه شويه غنلقاو ليها حل اش غنديروا معايا تبعيني